يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدر الله علي بحادث توفي على إثره رجل هندوسي، وقد تم دفع الدية وتقرير تقول وقد تم دفع الدية نعم وتقرير المرور أن القتل خطأ. سؤاله هل علي صوم؟ نعم عليك صوم، لأن نفس حرم الله قتلها وأوجب الكفارة الدية والكفارة في قتل المعاهد والمستأمن، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم.